اليوم سنتين قاعدين نتكلم عنهم، ما في ولا قانون كله تعديلات، مثل ما قال ناصر الشليمي تعديل. في فرق بين قانون بأكمله وبين تعديل، يعني تعديل مادة، حرف، فقرة. جماعة زين، الجانب الرقابي اللي تكلموا عنه شنو أثره؟ ترى يا جماعة مو فخر إني أنا أسقط وزير. اليوم أنت أسقطت سلمان محمود وأسقطت محمد العبدالله، وبعدين القضية الرياضية انحلت؟ ما انحلت. شلت محمد العبدالله وظل المستشار الوافد الدياسطي لا زال موجود. شلت الشيخ وخليت الوافد، شو استفدنا؟ إذا الأثر المترتب للاستجواب يجب أن يكون لحماية المصلحة العامة. بعدين تعالوا، وين الوثيقة الاقتصادية اللي تكلمت عنها؟ وين موضوع البنزين؟ أنتوا سقطتوا نصف نواب في المجلس اللي طافوا السب البنزين. الحين أشوف ما حد تكلم عن البنزين، أشوف ما حد تكلم عن الوثيقة الاقتصادية. تعالوا خلينا نتكلم عن لغة الأرقام. تدرون يا جماعة أن المخالفات الجسيمة في ديوان المحاسبة في مجلس 2016 أكثر بكثير من المخالفات اللي كانت أيامنا في السابق؟ مخالفات جسيمة سجلها ديوان المحاسبة، ما في ولا نائب تكلم عنها. وينكم عن إغلاق مصفات الشعيبة؟ دولة منتجة للنفط تغلق مصفات، ما فيكم نائب يتقدم بسؤال برلماني؟ يا أخي أين حمرة الخجل في هذا الأمر؟ إغلاق مصفات الشعيبة اللي كان يعني دولة منتجة للنفط، الحد الأدنى، الأمان اللي المفروض ان احنا نتخذه من خلال مصفات الشعيبة. تم إغلاقه وبدينا نستورد الوقود من الخارج. مجلس إدارة الكويتية، طيب راسي شلت المجلس الأول، طيب راسي شلت المجلس الثاني، ما فيكم أحد يسأل تعال شنو المزاجية في اجتماع في مجلس إدارة الكويتية الناقل الوطني؟ بعدين تعالوا الناقل الوطني اشتغلوا فيه، يعني ما احنا عارفين تبي تخلونه خصخصة ولا تتخلونه ناقل وطني، ما احنا عارفين. مجلس الإدارة داخ مع صاحب القرار في هذه المسألة. لذلك اليوم أي مجلس إدارة، أنا ما كنت ألوم مجلس الإدارة، لأن مجلس الإدارة صاحب القرار المهيمن على هذا الوزير، المهيمن على مجلس إدارة الكويتية. أي مجلس إدارة راح يقف عاجز أمام ازدواجية الشخص القائم على مجلس إدارة الكويتية؟